مرحبا يا طلاب، كيف حالكم؟ بتأمل انكم بخير. موضوعنا اليوم رح يكون مسائل في النقطة القصوى. طبعا هذا الموضوع للصف التاسع. رح ناخذ مسائل تتعلق بالنقطة القصوى ورح نحل الأسئلة اللي رح تكون عليها. نبدأ بالمسألة الأولى. تتحرك النقطة M من A إلى B على القطعة AB طولها 40 سنتيمتر. نبني خلال كل الحركة مربعات على القطعتين AM و MB. X يمثل طول القطعة AM بالسنتيمتر. ألف أي قيم مناسبة لX حسب شروط المسألة اشرحها. عندنا مسألة الموجودة عندنا هون، في عندنا هون النقطة M كيف احنا شايفينها هون تتحرك على القطعة AB، شايفين؟ من هي تتحرك كل حركة وين بتكون موجودة بنبني مربع حسب وين هي موجودة. أعطانا أنه طول القطعة AB يساوي 40 سنتيمتر. قال لي أي قيم مناسبة لX حسب شروط المسألة. في عندي إذا الطول من هون من A لB 40 سنتيمتر ومن A لM أنا ما بعرف قديش فبفرضه X، يعني الطول AM X، فضل علي طول MB يساوي 40 ناقص X. ليه؟ لأنه الـ AB هو كجمع قطع يساوي الـ AM زائد MB. كيف ذكرت الـ AM X الـ MB تساوي 40 ناقص X. حسب الشروط الموجودة معنا هون قديش مفروض تكون قيمة X؟ طبعا الـ X مفروض يكون أكبر من 0 وأصغر من 40. طبعا أكبر من 0 لأنه ما في عندنا طول 0، وأصغر من 40 أيضا إذا كان حتى إذا كان عندنا 40 معناته طول MB 0 وهذا لا يمكن. فعشان هيك مقدار أو قيم X تتروح بين 0 وال 40. قسم B، كم كان طول القطعة AM عندما كانت مساحة المربعين 1000 سنتيمتر مربع؟ يعني عندي أنا الA هون الـ AM هون بدي أعرف قديش قديش طول الـ AM، يعني بدي أعرف قديش مقدار الـ X. إذا تكون عندي أنا هون مربعين وهذول المربعين مساحتين 1000 سنتيمتر مربع، فكيف مذكور بالسؤال إن النقطة M تتحرك على القطعة AB حسب النقطة وين موجودة، أنا بقدر أبني مربعين، مربع حسب الـ AM ومربع حسب الـ MB. نحن نعرف إن المربع هو الشكل الرباعي لكل أضلاعه متساوية وزوايا قائمة. فهنا قال لي إنه أنا حركت النقطة M على الضلع AB لنقطة معينة، ونتيجة النقطة الموجودة هون أنا بنيت مربعين، والمربعين اللي بنيتهم مساحتهم 1000 سنتيمتر مربع قديش قيمة X. بداية بدنا نعرف قديش مساحة المربع المبني على القطعة AM. احنا فرضناها X، فإذا مساحة المربع المبني هون على القطعة AM يساوي X في X ويساوي X تربيع، ومساحة المربع المبني على القطعة MB طبعا MB طول 40 ناقص X، معناتها مساحة المربع 40 ناقص X الكل تربيع. معناته أنا بدي أفحص إسا إذا كان عندي مجموع المساحتين يساوي 1000 وأشوف قديش مقدار X، وهذا اللي سويته هون. عندي أنا X تربيع مساحة المربع المبني على AM زائد 40 ناقص X الكل تربيع، طبعا مساحة المربع المبني على MB تساوي 1000. فأنا بنيت معادلة هون، وهي المعادلة نتجت عندي معادلة تربيعية. فلمن أنا بفتح الأقواس هون وببسط المعادلة بتجميع حدود متشابهة، فنتج عندي X تربيع زائد 40 تربيع طبعا 1600 ناقص 80X زائد X تربيع تساوي 1000. 2X تربيع اللي مجمعت على X تربيع زائد X تربيع يساوي 2X تربيع ناقص 80X زائد 600، ليش؟ لأنه أنا مضاد 1000 ناقص 1000، 1600 ناقص 1000 يساوي 600 يساوي 0. فقسمت المعادلة كلها على 2 بنتج عندي X تربيع ناقص 40X زائد 300 يساوي 0. حسب تحليل ترينومان أنا حللت المعادلة التربيعية، فنتج عندي X ناقص 10 و X ناقص 30 يساوي 0.
بداية لما عندي أنا قوسين مضروبين ببعض جوابين صفر، الشرط إنه واحد من القوسين يكون الجواب صفر. أول قوس x ناقص 10 يساوي صفر، فمنتج عندي x1 يساوي 10، والقوس الثاني x ناقص 30 يساوي صفر، طبعا الجواب الثاني يساوي 30. هنا إحنا لاحظنا إنه في عندي جوابين. حتى يكون مساحة المربعين تساوي 1000 لازم ال x هون يكون مقداره 10 أو مقداره 30. ليه؟ لأنه المقدارين أيضا بينتموا لشروط المسألة. هون عند ال x لازم يكون بين الصفر والأربعين. طبعا الجوابين النتجوا عندي هن العشرة والثلاثين بين الصفر والأربعين، فبينتموا للمقدار ال x المفروض يكون والشروط لازم يكون فيها. فهيك احنا بنعرف انه مقدار x ممكن يكون 10 وايضا ممكن يكون 30. القسم اللي بعده، كم كان طول القطعة AM عندما كانت مساحة المربعين 800 سنتيمتر مربع؟ نفس المبدأ، انا هون ببني معادلة تربيعية اللي يكون الجواب يساوي 800 مش 1000، وبنشوف شو الجواب اللي بيطلع عندي هون. x تربيع زائد 1600 ناقص 80x زائد x تربيع يساوي 800. طبعا هنا انا المعادله اللي بنيتها هون كيف ذكرت انه هون مجموع المساحتين ان x تربيع زائد 1600 ناقص 80x زائد x تربيع مجموع المربعين مجموع مساحه المربعين تساوي 800، وهيك انا بكمل وبجد قديش قيمه x. 2x تربيع ناقص 80x زائد 800 يساوي 0، x تربيع ناقص 40x زائد 400 يساوي 0. هنا ايضا من عندي انا بقدر احلل بناء على الضرب المختصر، فبنتج عندي x ناقص 20 تربيع يساوي 0، فالجواب بيطلع عندي 20. يعني حتى مجموع مساحتين او مجموع مساحة المربعين تساوي 800 لازم مقدار ال x اللي هو ال AM يساوي 20. طبعا اذا ال AM 20 معناته ال MB ايضا 20، لانه طول القطعة AB تساوي 40. القسم اللي بعده، كم كان طول القطعة AM عندما كانت مساحة المربعين هي الأصغر؟ يعني قديش رح تكون طول القطعة أو طول AM حتى ينتج عندي المربعين مساحة أصغر ما يمكن. فإذا بننتبه إحنا للمعادلة اللي نجت عندي هون، الإكس تربيع إكس تربيع زائد 40 ناقص إكس تربيع، هاي انا سميتها ك اف اكس، هي كمجموع مساحة المربعين. فلمن انا بسطتها نتج عندي الدالة 2 اكس تربيع ناقص 80 اكس زائد 1600. يعني هنا بدي اعرف قديش قيمة الاكس حتى ينتج عندي اصغر ما يمكن من ناحية مساحة المربعين. فلمن انا بنبي هنا بشوف انه الدالة الموجودة هون عبارة عن دالة تربيعية. لمن انا بدي اصغر مساحة قديش قيمة x حتى يكون عندي اصغر مساحة؟ يعني كأنه انا هنا بدي اعرف قديش قيمة نقطة النهاية الصغرى للدالة هون. ليش انا قلت صغرى؟ لانه لمن احنا بنعرف انه هاي الدالة هي من الصورة ax تربيع زائد bx زائد c، احنا بنعرف انه البارامتر a بشكل عام هو اللي بدلني هل القطع المكافئ دونه هاي صغرى او عظمى. بما انه هنا العدد 2 هو المضروب الاكس تربيع، من هنا بستنتج انه القطع المكافئ دون هاي الصغرى، يعني رح تكون اصغر مساحة. فعشان اعرف قديش هي هاي النقطة النهاية الصغرى، واللي بنعرف ايضا تسمى نقطة الرأس، فانا بعوض بالقانون. قانون لا اكس لنقطة الرأس يساوي ناقص بي على 2a، حسب الدالة هون البي تساوي ناقص 80 والA يساوي 2، فبنتج عندي ناقص ناقص 80 على 2 ضرب 2 وبنتج 80 على 4 ويساوي 20. معناته حتى تكون عندي أو حتى يتكون عندي مساحة المربعين أصغر ما يمكن، الشرط أنه قيمة X يساوي 20. كيف إحنا شايفين هون هي أيضا بنفس الوقت قيمة القطعة AM. طبعا كيف ذكرت اذا الاي ام تساوي 20 ايضا ام بي تساوي 20. فبنقدر نشوف احنا هنا عن طريق ايضا رسم الداله. اذا انا باجي بقوم برسم الداله الموجوده هون، طبعا انا استعملت الجيوجبرا حتى ارسمها،
فلما انا رسمت بشوف انه هون النقطة الصغرى هي موجودة هون عندما ال x يساوي 20 وهون تعب محور y يعبر عن المساحة، المساحة رح تكون 800 كيف احنا شايفين هون، اذا بنعوض محل ال x 20 فبنتج انه المساحة 800، معناتها المساحة 800 هي اصغر مساحة ممكنة للمربعين مع بعض. في عندنا السؤال الثاني A B C D هو مستطيل محيطه 40 كيف احنا شايفين هون، نرمز الى طول الضلع A B B X شايفين عند ال A B X، معناتها احنا نستنتج ايضا انه D C تساوي X. الف عبر بدلالة X عن طول الضلع A D، يعني انا بدي اشوف انا قديش طول ال A D بناء على المعطيات المعطية هون طبعا بدلالة X. انا بعرف انه محيط المستطيل يساوي 40، عشان اعرف انا قديش طول ضلعين متجاورين بالمستطيل بقسم 40 على 2، يعني طول AD زائد AB يساوي 20. ليه؟ كيف ذكرت انه عندي انا بما انه بالمستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين طبعا وايضا متوازيين، فمن هنا بنستنتج وبنعرف انه احنا المحيط المستطيل يساوي مجموع اضلاعه الاربعة، فاحنا بنستنتج انه نصف المحيط هو يساوي مجموع الضلعين المتجاورين بالمستطيل، فهنا انا بستنتج انه الـ AD زائد الـ AB يساوي 20. فاذا معبر لي انه الـ AB يساوي X معناته الـ AD يساوي 20 ناقص X، وهيك انا عبرت عن طول AD بدلالة X هي كيف انا ذكرت الـ AD تساوي 20 ناقص X. في القسم اللي بعده أطال كل واحد من الضلعين AB و DC شايفين هنا الضلعين المتقابلين ب 2 بحيث نتج مستطيل جديد اللي هو اسمه ALKD كما هو موصوف بالرسم. شو قال لي ب 1؟ عبر بدلالة X عن مساحة المستطيل ALKD شايفين هون ALKD، فنقدر نعبر بهاي حسب المعطيات الموجودة معنا هون. أنا بعرف إنه الـ AB يساوي X، بما إنه الـ BL هون اللي القطعة هاي المقطعة هي اللي طولوا اللي هي طولوا فيها الضلع AB شايفين هي زيادة على الضلع AB طبعا طولها 2 هي كيف ذكر لنا هون، معناته المستطيل الجديد راح يكون طول الضلع AL يساوي X زائد 2 شايفين هون طول الـ AB X كيف احنا بنعرف وطول الـ BL 2 فطول الـ AL X زائد 2، فهون الطول المستطيل انا نعرف عندي ضل علي اعرف قديش المساحة اللي من انا برضو بعرف انه الـ AD يساوي 20 ناقص X، واحنا بنعرف انه مساحة المستطيل بشكل عام هي حاصل ضرب الضلعين المتجاورين اللي احنا متعارف عليه طول ضرب العرض. فبما انه الـ AL تساوي X زائد 2 والـ AD تساوي 20 ناقص X، فمساحة المستطيل الموجود معنا هون رح تكون الـ AD ضرب الـ AL كيف ذكرت 20 ناقص X ضرب X زائد 2. اذا انا هون بفتح الاقواس وبجمع حدود متشابهة فبنتج عندي انه المساحة المستطيل تساوي كيف ذكر 20 X شايفين 20 X زائد 40 ناقص X تربيع ناقص 2 X. هاي بعدين ما انا افتح الاقواس، بس طبعا هون حسب السؤال شو مطلوب من السؤال ما في حاجة، انا بس بسجل المساحة بشكل عام حسب معطيات السؤال، وطبعا المساحة هون بدلالة X. القسم اللي بعده جد طول الضلع AB الذي بالنسبة له مساحة المستطيل ALKD هو أكبر ما يمكن. إسا بدنا نشوف شو الدالة، طبعا هون أنا بهذا القسم مجبور أفتح الأقواس لنشوف شو الدالة بتعبر لي عن مساحة المستطيل ALKD.
فكيف ذكرت انا ال 20 ناقص x ضرب x زائد 2 لما انا بفتح الاقواس وبجمع حدود متشابهه بنتج عندي 20x زائد 40 ناقص x تربيع ناقص 2x، فالداله الناتجه عندي هنا ناقص x تربيع زائد 18x زائد 40. هي هي الداله الناتجه لمساحه المستطيل المعطى معي هون. هو بده قديش قيمه x حتى ينتج عندي اكبر مساحه ممكنه للمستطيل. فاحنا نعرف انه الداله الموجوده هون هي عبارة عن قطع مكافئ دون نقطة نهاية عظمى. ليه؟ لأنه الـ A هون سالب، شايفين؟ الـ A سالب، فمن هون مستنتج أنه في للمستطيل نهاية عظمى، يعني في عندنا مساحة المستطيل اللي فيه ممكن تكون أكبر ما يمكن. طبعا الإشي مش مفتوح وإشي مش نهائي، فعشان أعرف قديش قيمة الـ X حتى يكون مساحة المستطيل أكبر ما يمكن، يعني أنا بدي ألاقي قديش إحداثيات نقطة الرأس هون، شايفين بالقطع المكافئ اللي مرسوم عندي هون، يعني بدي أشوف قديش نقطة الرأس. طبعا بلاقيها حسب القانون X لا ماكس اللي هو نقطة الرأس، النقطة القصوى، تساوي ناقص B على 2A، وتساوي الB عندي شو تساوي؟ زائد 18، فمنتج عندي ناقص 18 على 2A، بما انه الA ناقص 1 مع تعالى ناقص 2، فمنتج انه الX يساوي 9. معناته طول الAB يساوي 9، لمن عندي طول هون يساوي 9، فأنا بحصل على أكبر مساحة ممكنة للمستطيل ALKD. شايفين؟ هذا الإشي أنا لقيته من إحداثيات إحداثي X لنقطة الرأس. طبعا اذا هو مطلوب معي الاقي المساحه، انا طبعا بقدر الاقي المساحه ممكن حسب الرسم هون، وممكن حسب التعويض محل الداله الموجوده عندي هون، يعني بعوض محل الاكس 9، فبنتج عندي الجواب، وجواب الناتج عندي بعبر لي عن مساحه المستطيل القصوى اللي ممكن انا احصل عليها. نيجي للسؤال اللي بعده. معطى الداله fx تساوي ناقص نص x تربيع زائد 1، ومعطى المستقيم y يساوي ناقص x زائد 2. فإذا بنطلع هون عندي هذا الخط المستقيم طبعا اللي من واقع عليه النقطة A، هو يعبر عن المعادلة y يساوي ناقص x زائد 2، وعندي القطع المكافئ المرسوم عندي هون اللي عليه واقع النقطة B، طبعا معادلته الـ fx تساوي ناقص نص x تربيع زائد 1. فمن هون احنا لاحظنا انه ناقص نص x تربيع المعامل المضروب الـ x تربيع هو سالب، فعشان هيك القطع المكافئ ذو نهاية عظمى، وهذا الاشي اللي احنا ملاحظينه هون برسم القطع المكافئ اياته ذو نهاية عظمى. طبعا والمستقيم المرسوم عندي هون اللي هو معادلته y ناقص x y يساوي ناقص x زائد 2، بنعرف احنا المعامل المضروب بالx هو يمثل الميل، بما انه الميل هنا سالب فبنعرف احنا انه هذا المستقيم يمثل دالة تنازلية. فشو بقول لي بالسؤال؟ النقطة A تقع على المستقيم، شايفينها؟ والنقطة B تقع على الرسم الديالي للدالة fx، كيف احنا شايفينها هون؟ بحيث القطعة AB توازي المحور Y، يعني الـ AB هون القطعة الموجودة معي توازي المحور Y. ألف، ماذا يجب أن يكون الإحداث X للنقطة A حتى يكون طول القطعة AB أصغر ما يمكن؟ يعني أنا بدي أعرف هون قديش لازم يكون الإحداث X للقطع المكافئ للمستقيم حتى يكون طول القطعة الـ AB أصغر ما يمكن. هنا أيضا أعطاني معلومة جدا مهمة، إنه قال لي إنه الـ AB موازي لمحور Y، شايفين؟ فمن هنا أنا بدي أستعمل هاي المعلومة بحل السؤال. طبعا هو بده إنه الـ AB يكون أصغر ما يمكن حتى أجد أنا طول القطعة من A ل B، معناته أنا بدي أعرف قديش الفرق بالإحداث Y من A ل B، يعني
بدي أبني معادلة أو دالة اللي فيها الإحداثي واي للـ A، شايفين؟ ناقص الإحداثي واي للـ B الموجودة معنا هنا على الدالة الموجودة معنا هنا، فبنتج عندي جواب. من هذا الجواب أنا بدي أشوف وين تقييمة X بتكون أصغر ما يمكن. فالدالة أو الدالة رح تنبنى هون هي هيك، كيف أنا ذكرت Y موجودة معنا هون ناقص Fx، يعني بدي أشوف الإحداثي Y للـ A ناقص الإحداثي Y للـ B وبشوف قديش بنتج معي. فبنتج ناقص X زائد 2 هو الإحداثي Y للـ A ناقص نص X تربيع زائد 1. ليش أنا سويت هيك؟ بما أنه أنا لقيت هنا الإحداثي Y للـ A هو بعبر قديش طول المستقيم من المحور X للـ A، شايفين هون؟ إذا أنا بدي بس طول القطعة AB معناتها أنا بدي أطرح منها إحداثي Y للمستقيم لحد النقطة B، فعشان هيك أنا ببني دالة اللي فيها يعبر عن طول المستقيم من A ل B، وهذا اللي أنا سويته هون، إنه Y ناقص Fx اللي هو بنتج عندي ناقص X زائد 2 ناقص ناقص نص X تربيع زائد 1. طبعا هون أنا بدي أبسط الدالة اللي بنتج عندي ناقص X زائد 2 زائد نص X تربيع طبعا ناقص 1، فالدالة اللي ناتج عندي نص X تربيع ناقص X زائد 1. فإذا أنا برسم هاي الدالة الموجودة هنا فبنتج عندي أنا قطع مكافي بنهاية صغرى. فعشان أعرف أنا النقطة اللي فيها أو الإحداثي X حتى ينتج عندي أصغر ما يمكن، يعني أنا دلائل الإحداثي X لنقطة الرأس، فالX minimum طبعا بهاي الحالة راح يكون ناقص B على 2A القانون، بعوض أنا الB هنا يساوي ناقص 1 كيف احنا شايفين، فبنتج عندي ناقص ناقص 1 على 2 ضرب A اللي هي 2 ضرب نص، فبنتج 1 على 1 ويساوي 1. يعني الإحداثي X المطلوب عندي هنا حتى يكون عندي أصغر طول القطعة AB هنا قيمة X تساوي 1. نطلع لاستراحة 10 دقائق ثم نعود. طبعا نرجع ومنشوف هنا بالقسم ب، طبعا انا اللي من انا لقيت الاكس يساوي 1 فانا بقدر اقوم برسم القطع المكافي اللي نتج عندي هنا، وبشوف هنا ان نقطه الراس ذو النهايه الصغرى
فيها الإحداثي X يساوي 1. حسب كيف أنا شفت هون وحسب كيف حليت، فأنا عرفت إنه القطع المكافئ اللي راح يكون مرسوم عندي ذو نهاية صغرى، وبالنقطة الرأس ذو النهاية الصغرى حسب الإحداثي X لإلها، أنا بعرف إنه كيف ذكرت بالإحداثي X هي فيها طول القطعة AB أصغر ما يمكن. فإذا أنا بعوض محل الـ X يساوي 1 وبشوف قديش طول AB، فبنتج عندي كيف ذكرت أصغر طول للـ AB. القسم اللي بعده أو السؤال اللي بعده سؤال ثلاثي، فشو بقى اللي بقسم B؟ جد أصغر طول ممكن للقطعة AB. طبعا إحنا لقينا إنه حتى يكون عندي أصغر طول ممكن للـ AB اللي فيه الـ X يساوي 1، إذا أنا بدي أعرف قديش الطول اللي لازم يكون عندي هنا، قديش هو مقدار الطول AB، فأنا شو بساوي بهاي الحالة؟ بعوض محل الـ X 1، فبنتج عندي، فكيف ذكرت هون X يساوي 1 Y ناقص fx حتى ألاقي قديش الطول، فكيف ذكرت بعوض محل الـ x ناقص 1، فبنتج عندي ناقص 1 زائد 2 ناقص نص ضرب 1 تربيع زائد 1. طبعا هنا جواب الأقواس ناقص نص في 1 تربيع بنتج عندي ناقص نص، زائد 1 بنتج نص، ناقص 1 زائد 2 بنتج 1، 1 ناقص نص ويساوي نص، معناته طول AB يساوي نص. هذا الطول اللي فيه أصغر ما يمكن لطول القطعة AB، ما في عندنا طول أصغر من هيك. طبعا هذا الاشي لقينا حسب كيف حلينا، لقينا الدالة اللي فيها الطول AB قديش بكون بواسطة الدالة، وعن طريق الدالة احنا عرفنا حسب نقطة النهاية الصغرى للقطع المكافئ، وهيك أنا لقيت إنه الإحداثي X لنقطة الرأس اللي هي ذو نهاية صغرى تساوي 1. عشان أنا أعرف قديش طول AB، فأنا عوضت العدد 1 بالدالة الموجودة هون حسب شو أنا سجلت، فنتج عندي إنه طول AB يساوي نص. سؤال 4، معطى شكل مكون من مربعين موضوعين الواحد على الآخر. كيف احنا شايفين هون المربعان يمكن أن يكونا بمساحتين مختلفتين أو بمساحتين متساويتين، يعني المربعين المرسومات عندي ممكن يكون مساحتين المتساوية، ممكن يكون عندي اختلاف المساحة، كل واحد طبعا بيكون مساحته شكل. شو قال لي هنا؟ ارتفاع الشكل هو 5 سنتيمتر انظر الرسم. طبعا هنا الارتفاع من الضلع المربع من تحت حتى الضلع المربع الفوقاني تساوي 5، اي هنا ارتفاع الشكل من تحت لفوق. شو قال لي بألف؟ اشر بإكس الى طول المربع السفلي وعبر بدلالة إكس عن طول ضلع المربع العلوي. طبعا هنا كيف ذكرت انه طول الضلعين المربع السفلي والمربع العلوي يساوي 5، فإذا بدي أفرض أنا أنه طول ضلع المربع السفلي يساوي X، معناته طول ضلع المربع العلوي يساوي 5 ناقص X. ليش؟ كيف ذكرت هنا أنه خلينا نقول المسافة الخمسة سنتيمتر هي مجموع الضلعين أو مجموع قطعتين، الضلع الكبير أو الضلع السفلي زائد الضلع العلوي، فإذا مجموع الضلعين يساوي 5 وواحد من الأضلاع يساوي X، معناته الضلع الثاني يساوي المجموع الكلي ناقص مجموع الضلع المربع السفلي، فبنتج عندي إنه طول ضلع المربع العلوي 5 ناقص X كيف أنا ذكرت هون. قسم B، جد ماذا يجب أن يكون X حتى تكون مساحة الشكل أصغر ما يمكن؟ فإذا قال لي أنه هنا أو فرضت أنه المربع السفلي طول ضلعه X، فمن هون بستنتج أنه مساحته X تربيع، والمربع العلوي إذا أنا استنتجت أنه طول ضلعه 5 ناقص X، معناته مساحته 5 ناقص X الكل تربيع. فأنا هنا بدي أبني دالي، وبناء عليها أنا بدي أستنتج
قديش تكون قيمة X حتى ينتج عندي أصغر ما يمكن من المساحة. فالدالة اللي بنيتها هون إنه مساحة المربع الأول أو المربع السفلي زائد مساحة المربع العلوي، فنتج عندي X تربيع زائد 5 ناقص X الكل تربيع كيف إحنا شايفين هون. فنجت عندي الدالة اللي أنا سميتها GX تساوي X تربيع، وأنا هنا فتحت الأقواس فنتج عندي 25 ناقص 10 X زائد X تربيع. فبعدين ما أنا بسطت وجمعت حدود متشابهة فنتج عندي إنه الدالة GX المبسطة تساوي 2 X تربيع ناقص 10 X زائد 25. أنا هنا وصلت لدالة المساحات أو مجموع المساحة المربعين، هو المربع السفلي زائد المربع العلوي. من الدالة الموجودة معنا هنا أنا بدي أعرف قديش أصغر قيمة لـ X حتى ينتج عندي أصغر مساحة للمربعين. فنفس المبدأ هون، بما أنه عندي أنا الدالة الموجودة عندي هون لا هي رسم لقطع مكافئ دون هاي صورة، يعني أنا بدي أعرف قديش الإحداثي X لنقطة الرأس هي دون نهاية الصورة. فعلى نفس المبدأ بشوف أنا أنه الـ X للرأس طبعا هي نقطة مينيموم أو دون نهاية صورة، طبعا تساوي القانون عندي ناقص B على 2A. فإذا أنا بعوض بالقانون يساوي ناقص ناقص 10 شايفين هون على 2 ضرب 2، ناقص ناقص 10 يتساوي زائد 10 على 2 ضرب 2 يساوي 4، 10 قسمة 4 يساوي 2.5. يعني من هون أنا شو بستنتج؟ حتى ينتج عندي أصغر مساحة ممكنة للمربعين فلازم تكون قيمة X تساوي 2.5، يعني طول ضلع المربع السفلي يساوي 2.5. طبعا ساعتها هنا طول ضلع المربع العلوي ايضا يساوي 2.5. ليش؟ لانه مجموع طولي ضلعين هون يساوي 5 سنتي كيف ذكرنا. فكيف المطلوب من السؤال وكيف انا لقيت الحل؟ انه حتى يكون عندي اصغر مساحة ممكنة للمربعين الشرط انه الاحداثي X يساوي 2.5، يعني قيمة X تساوي 2.5. وهي عندي هنا أنا قمت برسم القطع المكافئ الموجود عندي هون حسب الدالة المعطاة عندي، فشفت هون أنه هاي هي النقطة الصغرى الموجودة هون كيف إحنا شايفين الإحداثي X لها يساوي 2.5 كيف إحنا شايفين هون هي ده. طبعا محور Y يعبر عن المساحة. شو اللي بقسم تا؟ احسب أصغر مساحة ممكن للشكل. طبعا إذا أنا لقيت إنه طول الضلع الموجود عندي هون طول الضلع المربع السفلي يساوي 2.5 وطول ضلع المربع العلوي يساوي 2.5، بس أنا بدي أشوف قديش أحسب قديش مساحة المربعين مع بعض. طبعا أنا بعرف إنه المربع هو جميع أضلاعه وشكل رباعي اللي فيه كل أضلاعه متساوية وزواياه قائمة، عشان أعرف أنا مساحة المربع هو بضرب حاصل ضرب ضلعين متجاورين أو طول ضلع المربع بالقوة 2، يعني بهيك أنا ضربت العدد في نفسي. فعشان أعرف قديش مساحة المربع السفلي فبقول 2.5 ضرب 2.5 اللي 2.5 بالقوة 2 زائد 2.5 بالقوة 2 أيضا هي مساحة المربع العلوي، فبنتج عندي ان المساحة النهائية تساوي 12.5 سنتيمتر مربع. يعني اصغر مساحة ممكن انا احصل عليها هون بهاي الحالة هي 12.5 سنتيمتر مربع. طبعا هنا في عنا بالنسبة لإحداثي X او لقيمة X لازم تكون مجال تعريفها بين الصفر والخمس، يعني X اكبر من صفر واصغر من خمس حسب شو معطى معي هون بالسؤال. شايفين هي انا لقيت مساحة المربع السفلي اللي هو 2.5 تربيع زائد مساحة المربع العلوي اللي هو ايضا 2.5 تربيع، فمنتج عندي جواب 12.5 سنتيمتر مربع. السؤال الخامس ABCD هو مستطيل مجموع ضلعيه متجاورين 6 سنتيمتر، شايفينه؟ يعني ABCD
ضلعين متجاورين مجموعة 6 سنتي، فرض انه ال BC يساوي X، معناته ال DC يساوي 6 ناقص X، لانه المجموع 2 يساوي 6. بنوا على ضلعين مستطيل AB و AD كيف احنا شايفين هون، المربعين ADEF و AGHB كما هو موصوف في الرسم. نرمز ل BC يساوي X كيف احنا شايفين هون. شو قال لي قسم ألف؟ جد طول الضلع BC الذي بالنسبة له يكون مجموع مساحتي المربعين أصغر ما يمكن المساحتان الرماديتان في الرسم. بداية نشوف السؤال مطلوب معنا هون وشو المعطيات الموجودة. فكيف ذكرنا كان معطى معي ABCD مستطيل على الضلع AB بنوا مربع، طبعا هون من قال لي بنوا مربع معناته بعرف أن كل الأضلاع الموجودة هون متساوية. إذا AB هو مقابل الضلع DC بالمستطيل معناته AB تساوي 6 ناقص X، معناه كل ضلع بالمربع ABHG يساوي 6 ناقص X. وأيضا بالنسبة ل المربع ADEF بما انه طول AD يساوي X معناته كل ضلع بالمربع هون طوله يساوي X. فاحنا بنعرف انه مساحة المربع هو حاصل ضرب الضلعين متجاورين يعني X في X. اسا شو بده بالسؤال؟ جد طول الضلع BC يعني بدنا نعرف قديش قيمة او مقدار X بحيث انه احصل على مساحتين او مساحتين مربعين اصغر ما يمكن. بداية انا بدي اسجل دالة اللي هي تعبر لي وهي تدلني عن مساحة المربعين. طبعا المربع ADEF مساحته X للقوة 2 والمربع ABHG مساحته 6 ناقص X للقوة، طبعا الكل للقوة 2. فالدالة الناتجة عندي هون شايفين مساحة المربع الأول اللي هو ADF ويساوي X تربيع ومساحة المربع AGHB تساوي 6 ناقص X الكل تربيع. فإذا أنا بجمع مساحة المربعين فبنتج عندي الدالة 2X تربيع ناقص 12X زائد 36. هاي هي الدالة لمساحة المربعين، المربع الكبير والمربع الصغير. إذا من هو بده قديش قيمة X حتى تحصل الدالة على أصغر مساحة ممكنة بالنسبة لمساحة المربعين الموجودات عندي هون، يعني أنا بدي أعرف قديش الإحداثي X لنقطة الرأس. فإحنا بنلاحظ هون كيف إحنا شفنا بأسئلة سابقة إنه الدالة هون رسمها قطع مكافئ ذو نهاية صغرى. فبدي أعرف قديش الإحداثي X القطع المكافئ الموجود عندي هون، فأنا بعوض بالقانون اللي هو ناقص B على 2A فبنتج عندي ناقص ناقص 12 على 2 ضرب 2 فبنتج 12 على 4 يساوي 3. معناته طول BC حتى أحصل أنا على أصغر مساحة ممكن للمربعين هو X يساوي 3. فأنا كمان رسمت الرسم هون، رسم القطع المكافئ الموجود عندي هنا، وشفت أنه أنا الإحداث X يساوي 3 هي أيضا الإحداث X لنقطة الرأس الموجود بالرسم المكافئ أو بالقطع المكافئ الموجود هون. شايفين هاي هي الدالة وهاي هي رسمة الدالة اللي إحنا لقيناها اللي هي تعبر عن مجموع المساحتين. قسم اللي بعده، بالنسبة لطول الضلع BC الذي وجدته في البنت ألف احسب طول القطر BD. لمن أنا عرفت أنه طول BC يساوي 3 معناته طول DC أيضا يساوي 3 كيف إحنا شفنا هون. شايفين الـ X اللي هو يعبر عن BC يساوي 3، فمن هون أنا بستنتج إنه DC أيضا تساوي 3. فهو بده يعرف قديش طول القطر، أو بدنا نعرف قديش طول القطر BD. فإحنا بنلاحظ وبنعرف هنا لمن أنا مديت قطر من B للـ D فتكون عندي مثلث قائم الزاوية. فعشان أعرف قديش طول الـ BD اللي هو يمثل الوتر في المثلث القائم الزاوي BCD فأنا بستعمل نظرية فيثاغورس. فكيف ذكرت بما أنه الضلعين القائمين بالمثلث القائم الزاوي كل طول كل واحد منهم يساوي 3، فأنا ببني معادلة وعن طريق المعادلة كيف ذكرت حسب نظرية فيثاغورس بعرف قديش مقدار BD.
فالمعادلة بتنتج عندي هنا بي سي تربيع زائد سي دي تربيع تساوي بي دي تربيع، ثلاثة تربيع زائد ثلاثة تربيع يساوي بي دي تربيع. فمن هون بنعرف انه ثلاثة تربيع تساوي قديش؟ تسعة، زائد ثلاثة تربيع وايضا تساوي تسعة، يعني تسعة زائد تسعة تساوي 18 تساوي بي دي تربيع. فعشان اعرف انا قديش قيمة البي دي فانا بعمل جذر ال 18، فحتى اتخلص من التربيع هون بساوي جذر للطرفين، فبنتج عندي انه قيمة البي دي تساوي جذر ال 18. وهيك انا عرفت ولقيت قديش مقدار القطر بي دي حسب معطيات السؤال الموجود معنا هون. فكيف احنا شفنا هنا انه انا حتى اعرف المساحة، اكبر مساحة ممكنة او اصغر مساحة ممكنة، كله بيعتمد على الدالة اللي انا بنيتها، فبحسبها انا بقدر اعرف الجواب. فكيف ذكرت انه اذا الدالة اللي بنيتها انا ذو نقطة نهاية صغرى، معناته هو بيسألني عن اصغر مساحة ممكنة او اصغر قيمة ممكنة. اذا الدالة اللي بنيتها ذو نهاية كبرى يعني فيها الـ A سالب، معناته اكيد رح يسألني عن اكبر مساحة ممكنة. فهذا الاشي مهم جدا انه احنا نلاحظه، مهم جدا انه احنا نتابعه على اساس نقدر نحل اسئلة عليه. وايضا هون اذا هو بيسألني عن طول ضلع، وهذا الضلع اللي بيسألني عنه هو جزء من مثلث او ضلع من مثلث قائم الزاوية، فمباشرة انا بقدر اروح على احسب قديش طول الضلع هون بناء على نظرية فيثاغورس، وهذا انا سويته هون. هيك احنا بننهي لقاءنا لليوم، درسنا اللي مريته اليوم اللي هو كيف ذكرت انه مسائل بالنقطة القصوى، فنتجت عندي كيف ذكرت معادلات ودوال تربيعية، ومنها أنا قدرت أستنتج قديش أكبر مساحة ممكنة أو أصغر مساحة ممكنة. وبعدين رح نكمل بنفس المسائل بالدرس الثاني. شكرا وإلى اللقاء.